أقام المركز الإسلامي في اليابان بالتعاون مع جامعة طوكيو فعالية يوم المسجد المفتوح بهدف تعريف اليابانيين من غير المسلمين بالإسلام والثقافة الإسلامية، حيث استقطبت الفعالية نحو 85 زائرا حضر عدد منهم دون تسجيل مسبق. وتضمنت الفعالية جولات تعارفية داخل المسجد ومحاضرة حول الإسلام ركزت على موضوعات التوحيد والقرآن، عقبها حوار مفتوح مع الزائرين الذين طرحوا العديد من الأسئلة حول العقيدة الإسلامية والحياة اليومية للمسلمين، فيما عبر عدد من الحاضرين اليابانيين عن اهتمامهم بالتعرف على الإسلام مؤكدين أهمية تعزيز التعايش بين المسلمين والمجتمع الياباني وتعميق التفاهم المشترك، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه المبادرات لتعزيز التفاهم وتعريف المجتمع الياباني بجوانب من الثقافة الإسلامية من خلال تواصل مباشر يسهم في تصحيح التصورات وتعزيز روح التعايش. حتى النشاط الذي نعمله اليوم هو نشاط المسجد المفتوح، وهو أول نشاط نعمله بهذه الصفة والكيفية في طوكيو. علمت اليوم ما هو الإسلام وما هو الأكل الحلال. لقد أدركت اليوم جمال الإسلام بغض النظر عن تصرفات بعض الأفراد. النشاط يهدف إلى دعوة غير المسلمين. اليابانيون يحبون جدا الطعام الشرقي، فلذلك نحن ندعوهم لكي يتناولون أصناف متنوعة من الطعام الإسلامي الشرقي من دول مختلفة. الحمد لله التفاعل كان كبير، يعني سجل عندنا في رابط التسجيل حوالي 58 شخص حضروا تقريبا جميعا، إلى جانب أيضا بعض الزوار الآخرين الغير مسجلون سمحنا لهم بالدخول لكي يستفيدوا ولكي أيضا يتعرفوا على الإسلام. بدأ البرنامج بمحاضرة لي، حيث قمت بالتعريف بأساس الإسلام وهو التوحيد، وثم بالقرآن، وكان هناك أسئلة حول المواضيع متعلقة بالإسلام. يسألون عن كثير من الأمور بدءا من الخالق الله سبحانه وتعالى، ومرورا بالأحكام، ووصولا إلى المجتمع وحياة المسلمين. لقد كانت لدي نظرة مسبقة عن الإسلام، ولكن اليوم تعلمت الكثير واكتشفت أشياء جديدة، وأدركت أنه يجب أن أتعلم أكثر عن الإسلام. لقد كانت فرصة جيدة للطرفين للتكلم بطريقة مفتوحة لتعريف كل من. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي للصلاة. لا حول ولا قوة. حي للصلاة. حي للفلاح. حي للفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Depan ini insyaAllah benar-benar terbangun masjid yang insyaAllah akan memberikan kebahagiaan buat sekalian kita, khususnya yang di negeri minoritas ini. Amin. Untuk acara berikutnya yaitu doa, insyaAllah akan dibawakan oleh guru kita